هلا وصلنا للختام وفقرتنا الأخيرة يا سلمى، من صباحنا غير مع المواهب الشابة التي أثارت إعجاب الناس والتي جمعت بين الدراسة والإبداع والموهبة والغناء أيضا. معنا اليوم موهبتين شابتين، بصرنا نرحب بمريم علي عازفة جيتار وسيلين الشمالي موهبة في الغناء. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. صباح هلا اول شيء قبل ما نبلش ونحكي هيك عن الموهبه ونحكي ايمت بلشتوا وقد ايش صار لكم، خلينا نسمع شيء حلو منكم. شو بتحبوا تصبحوا على كل يلي عم نسمعنا؟ بنصبح بغنيه فرنسيه. يلا تفضلي. Ama de souffrance, pourquoi des charmes ni tu recommences? Je suis quand même sans importance. Sans lui, je suis happy par rouge. Tu en pousses dans les métros, les dernières danses. Pour oublier ma peine immense, je dois m'affirmer que tu recommences. Où ma douce souffrance, je vais remercier les jours, la nuit. Je danse avec le vol à Louis. Ah, pour l'amour, apprendre de m'y aller. Je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je crie de peur. Et sans ma tour, viola de l'air. Dans ce Paris, je m'envole d'adé, je m'envole, vole, 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 vole. يا عيني هيك عن جد فرقت معنا، المود فرق ما؟ طبعا. بس سمعنا هال الموسيقى دغري والصوت الرنان والحلو، احكي لنا هيك كيف اجتمعتوا سوا؟ شو اللي جمعكم مع بعض؟ كيف شكلتوا هالفريق الحلو؟ كيف انسجمتوا؟ طبعا بده يكون في انسجام قبل، ولكن الانسجام بالعمل بيكون مختلف تماما عن الصداقه، عن علاقه الاسره، اي علاقه ثانيه. هلا نحن بالاساس رفقات مدرسه، بعدين اجتمعنا انه هي بتعزف وانا بغني، اجتمعنا بعندنا رابط الشهيد باسل الاسد كورال، عمل نظموا لنا فرقه كورال وصرنا انه بنتدرب مع بعض فيها، ننزل مع بعض بما انه نحن عايشين بنفس المكان، ويعني هيك اختلطنا ببعض. بعدين حسينا انه انا عم بزبط مع الجيتار، انه طبقه صوتي بتزبط مع اغاني الجيتار، صرنا نغني مع بعض ونعزف، سجلنا كذا مقطع لنا واتفقنا انه نصير نشتغل مع بعض. دايما. حلو، هيك بلشت الفكرة بتخطيط صغير وبعدين انتشرت. طيب شو بتدرسوا اصلا؟ وقد ايش لكم خليني اقول بهي الموهبة يعني الى جانب دراستكم؟ هلا انا صار لي 7 سنين بعزف. سنة بكالوريا. سنة بكالوريا؟ ما شاء الله عنك، كيف كانت النتائج؟ لا سنة بدي اقدم على البكالوريا. هلا بدك تقدمي، يلا ان شاء الله موفقة. انا صار لي تقريبا صار لي 4 سنين بغني، انه لحتى طلعت بهي انه حسيت انه لازم انا انه انشر حالي. فايه واجتمعنا صرنا ما يقارب بس 6 شهور يعني بالكورال. وصلنا زمان الكورال بس هيك صار لنا. حلو، يعني وشو بتدرسي مريم؟ انا نجحت على 11 علمي. لسه صغار كثير. خلينا نسمع شيء كمان. يلا نسمع الحروف. كان الحبيبي حبيبي تاج وصهيل وخيل مارق عباب الليل، مارق عباب الليل. كانت أصوات تاخدنا مشوار صوب المدى والنار، صوب المدى النار. حلفتك يا حبيبي ما تنسى يا حبيبي، لما بتسمع هالغني فكر فيه يا حبيبي.
حلفتك يا حبيبي لا تنسى يا حبيبي لما بتسمع هالغنية فكر فيه يا حبيبي كانوا يا حبيبي تلج صهيل وخيل مارع باب الليل مارع باب الليل كانت أصوات تاخدنا مشوار صوب المدى والنار صوب المدى تاخذوا العقل وكثير حلوين مع بعض. بدنا نحكي كمان معك شوي ميريام. وين بلشتي تدريب الجيتار؟ هلا بالاول وقتها كنت شي صف خامس من الخامس احكي لنا خذي راحتي واحكي لنا. كنت شوف رفقاتي انه يجيبوا آلات الموسيقية على المدرسة فحبيت في حصة الموسيقى؟ ايه كل حدا يجيب شغلة. فبالفعل سجلت بالصيف وبلشت بلشت بمعهد أورنينا كفيت لحالي يعني حبيت هي ايه. هذا الموضوع يعني دائما التدريب شيء كثير مهم وخصوصا للمواهب. خلينا نحكي هيك بقى شوي على الكواليس يعني الواحد اللي يروح يتدرب بده يبلش حدا يدعمه من البيت أكيد. اكيد نحكي عن علاقتنا بالموهبه وبالاهل وكيف شجعوكم مين اكتشف مثلا وانت بتعزفي على الجيتار اوكي حب سمع شجعك جاب لك اول جيتار نحكي هاي التفاصيل. ماما وبابا اكثر شيء يعني شجعوني بالاول اكيد, أكيد. وساعدوني وجبت جيتار وبلشت بالموهبه. سيلين احكي لنا كمان من اي عمر عم تغني سمعي اهلك هيك صوتك الحلو؟ ايوه مزبوط. هلا انا خلقت بعائله فنيه يعني انا بالاساس ماما واخوالي بيغنوا وانا اللي شجعني على هذا الموضوع انه اخوي بيكتب فكان يكتب لي اغاني فقرات صغيره وانا اغنيها ويلحن لي اياها فهذا الشيء انه شجعني انه انا اصير انه اسمع كذا حدا. ونزلت وكمان الفضل للرفاق الشبيبيين اللي معي رفيق مثلا الخوزي الرفيق توفيق سالم رفيق احمد اللي هنن كانوا الكوتش انه تبع الكورال شجعونا كثير والاهم انه ماما كانت تدعمني وتقول لي بتوقفي بالصف الامامي انت وقت الكوره؟ ايه هلا لحد الان في عرض ان شاء الله عن قريب لسه ما قدمنا يعني لساتنا عم نحضر ايه ان شاء الله بنوقف الصفوف الاولى ان شاء الله. هو ماما كمان كانت تدعمني بما انه تقول لي انه انا بغني واخواتك بيغنوا اخوك بيكتب لك فشي حلو يطلع انه مزيج انه انت تغني واخوك اللي عم يكتب لك بيلحن لك ف هيك وقالت لي انه فوق انه الغناء قالت لي يلا رح سجلك جيتار مشان كمان تتدربي على السولفيج فهلا انا سجلت صار لي شي شهرين جيتار كمان مع مريم وهيك يعني حلو كثير. طيب يعني بتفكروا بها انه تكملوا بهي الموهبه ان كان العزف او الجيتار تتخصصوا هلا انت على ابواب بكالوريا انت لسه في سنه وشوي يعني انه ممكن انا ادخل بعدين ادرس اكاديميا ولا بس رح تضل موهبه؟ لا ما رح تضل موهبه هي هي موهبه بصراحه بس انه هلا هي غير المجال الدراسي اللي نحن رح نفوته ممكن نفوت المعهد. انت بدك تدرسي شيء ثاني ولا لا؟ انا بدي ادرس شيء ثاني ويعني غير ممكن يعني جنب الفرع اللي عم ندرسه عم فكر انه ادرس مثلا اعلام غير الاعلام اني فوت مثلا ما رح تغني بالاعلام لا بكفي في شيء ثاني اكيد هيك مع بعض. وانت مريم؟ انا حابه بعد البكالوريا اقدم على المعهد العالي للموسيقى كثير كمان بجانبه فرع جامعه بس خلص. حلو كثير يعني طموح عم نشوفها سلمى لصبايا عن جد بيفرحوا القلب وبجننوا كمان. خلينا نسمع شيء. عارفة أحلى حاجة فيك إيه بتحلي أي شيء عينك تيجي فيه قمر ده اللي تتساوي بيه تعال أقولك أحلى حاجة فيك إيه ولا أنت فاهمة قصدي واللي بالي فيه فيك اللي يا من أحلمت بيه ليالي يالله وإن شاء الله موت في هواك إن شاء الله ما كتير علي الحب ده والله هتمنى أكتر من كده يالله وإن شاء الله موت في هواك إن شاء الله ما كتير علي
بتمنى أكتر من كده. سلم هالإيدين كمان وهالعزف الحلو. يعني عن جد شيء حلو، يمكن دائما بتحاولوا تتمرنوا اكثر سواء ميديام او سيلين على انه نحن نقدر نطور حالنا، يعني صقل الصوت بحاجه لتمرين لتدريب، اذا قطعنا هيك فتره معينه بنحس حالنا هيك شوي خنقنا ما حتى تقلت الايد، يعني بتتقل الايد والصوت كمان بقى فتح مثل قبل، حتى ما عاد تناغمنا مع بعض، قطعنا فتره مزبوط بعدين صرنا نحس انه لا مريم انت تغيرت الطبقه، لا سيلين انت اللي عم تغيري الطبقه هيك اخر شيء انتوا اثنين بتكونوا متغيرين. خلينا ايضا لسه يعني معنا وقت ناخذ غنيه صغيره بالختام بعد اذن المخرج مزبوط سمح لنا، خلينا ناخذ غنية صغيرة نختم فيها معكم. سلم هالصوت، شكرا كثير. يعني اليوم انتم نورتوا صباحنا، عطيتوا لصباحنا شيء كثير حلو، ودائما الموسيقى بتغير مزاج الانسان. أكيد. يعني دائما يمكن كل وحده فيكم وقت تتضايق من اي قصه تهرب لتعزف او لتغني، فكمان نحن عم نهرب معكم بسمعنا هالشغلات الحلوه. كل التوفيق لكم بدراستكم بجميع مجالاتكم، وهيك يا رب نشوفكم عربيا وعالميا ان شاء الله. ان شاء الله موفقين صبايا، بنتمنى لكم اكيد تحققوا كل شيء بتتمنوه بهذا المجال، والموهبه دائما بتبلش هيك بخطوه وبتكبر. شكرا كثير لوجودكم معنا.